الجمعية العمومية الحقيقة للشركة القابضة للصناعات المعدنية خدت قرار بتأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقرر يوم الاثنين 15 أغسطس، واللي كان هدفه تصفية شركة الكوك أو أي حاجة تانية. ده كان بسبب إصرار الوزير السابق هشام توفيق على التصفية، وكانت قضية التصفية بالنسبة له قضية أساسية. الوزير الحالي خد قرار بالتأجيل زي ما قلت لكم لمدة 3 أسابيع. القرار ده أسعد الجميع. ليه؟ إنه معناه إنه هتبقى فيه دراسة، ومعناه إنه هذا القرار المتسرع رغم إن الشركة ربحانة 214 مليون جنيه في مايو الماضي، ورغم إنه كافة العمال والقيادات ورئيس الشركة دكتور سيد طيب جه هنا وقال لأ، ورئيس قطاع الفحم جه هنا وقال لأ، وأعضاء مجلس إدارة جه هنا وقال لأ، والحقيقة الأخيرة الفترة الأخيرة صدر فيها بيان مشترك ما بين النقابة العامة للصناعات المعدنية وما بين النقابة العامة للكيماويات، وحذر من تصفية هذه الشركة. معنا الأستاذ عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات. أستاذ عماد مساء الخير، ازي صحتك؟ سأندور مصطفى بي، أهلا بيك حضرتك، كل سنة. كيف رأيت قرار تأجيل تصفية شركة الكوك؟ بداية الشكر موصول لحضرتك والأستاذ محمود بكري وكل الإعلاميين اللي ساعدونا في إظهار حقيقة موضوع شركة الكوك، وبنشكر كل من ساعدنا على رسوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهتم بالصناعة وتطوير الصناعة الوطنية. انعقاد الجمعية العمومية لشركة الكوك كان 15/8، أعتقد كان قرار جنبه الصواب، لأن كان مفترض أن الجمعيات العمومية بتاعت مناقشة ميزانيات الشركات تنعقد خلال شهر سبتمبر القادم، فبالتالي لماذا كانت العجلة لدعو جمعية عمومية قبل النظر في نتائج أعمال الشركة اللي هي حتى 30/6/22 حتى الآن الأرقام المبدئية قبل مراجعة الجهاز المركزي بتثبت أن الشركة حققت أرباح حوالي 151 مليون، إذا تطبيق المادة 38 من قانون قطاع الأعمال العام عليها مش هيبقى ده محله. رقم 2، أن تتغير، كان هناك لجنة تم تشكيلها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، اللجنة دي كانت مكونة من جميع الأطراف، كانت المفترض المنوط بها دراسة جدوى استمرار شركة الكوك من عدمه. للأسف هذه اللجنة لم تنعقد، ولكن كانت هناك قرارات من الوزارة فقط. رقم 3، ان تتغير دراسات الجدوى بتغيرات الظروف المحيطة. النهاردة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية العالم كله عاد، أمريكا وأوروبا عادوا يستخدموا الفحم مرة أخرى كوقود بديل، فأعتقد أن الموضوع كان مفترض أنه فعلا يعد دراسته. كل ده بيأكد حتى الدراسة اللي كان عملها المكتب الألماني DMT كانت بتقول أن هذه الصناعة هي صناعة فيزابل، يعني صناعة لها جدوى، ولكن طلب عمل دراسة جدوى مفصلة. لما تولى السيد الوزير محمود عصمت ملف أو حقيبة الوزارة، وبالتوفيق من الله ثم الجهود اللي حضرتك وكل الوطنيين اللي بيحافظوا على الصناعة تحدثوا، وتم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية حتى دراسة الأمر كله، وده أعتقد قرار صواب جدا، ونتمنى أن احنا يكون هناك حوار مجتمعي زي ما فخامة الرئيس نادى بذلك في كل الأطراف، ووجود حضرتك عندما تم توجيه سؤال من سعادتك لفخامة الرئيس، وإحنا أحد الأطراف المعنيين، لأن احنا كنقابات عامة نتحدث عن مصلحة عمل وعمال في ظل صناعات النهاردة قادرة. النهاردة كمان بنرحب بالتصريح اللي قاله السيد وزير محمود عصمت لما تحدث عن ان احنا لازم نحافظ على الشركات الباقية في اول تصريح صدر ليه في الجرايد، وان النهاردة هناك طرق كتيرة لتطوير الشركات على رأسها، وانا اتفق معها تماما، هي خصخصة الادارات. هناك شركات عندما فقط تحضر لها قيادات متميزة فاهمة في الصناعة بتحقق نتائج جيدة جدا. انا حضرت لحضرتك مثال وانت كنت حضرتك مشترك فيه، ودايما انا بفخر بيك يعني كراجل وطني، شركة الدلتا للأسمدة. دلتا للأسمدة كانت خلاص هتتصفى، واحنا مع حضرتك اشتغلنا في هذا الموضوع جامد جدا، حتى تدخل فخامة الرئيس اللي احنا بنوجه له كل الشكر الحين عشان ايقاف تصفية شركة الدلتا للصلب. النهاردة العالم كله الدلتا للأسمدة، النهاردة العالم كله بيتكلم على ان الأسمدة فيها أزمة. اذا كانت التصفية فعلا خطأ، فدي نماذج تؤكد ان القرارات يجب ان تدرس برويه.
هناك عمال، هناك مصالح للوطن، الصناعه، وهذه الصناعه صناعه الكوك صناعه رائجه. الامر الاخر ان ايضا نرجو ان حضرتك تساعدنا في نقطه، بعض الشركات القابضه بدات تتحدث عن ما يسمى بايقاف النشاط لحين التطوير. نرفض هذا الشراء الشعار، ونطالب بان الشركات النهارده تتطور وهي قائمه ونشاطها قائم، لان السوق محتاجنا. النهارده تاتي المحنه وداخلها المنحه، فالمحنه اللي موجود فيها العالم دلوقتي. شكرا ليك استاذ عماد حمدي، انا اسف جدا. رئيس الشركه القبض، رئيس مجلس، رئيس اللجنه النقابيه لشركه الشركه الكيماويه، شركه قبض الكيماويه، الصناعات الكيماويه. شكرا لك، شكرا ليك.